بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم رامي من قناة رامي عزت. أهلا بحضراتكم. الحلقة دي إن شاء الله أنا حابب إن أنا أقدم لكم خدمة جديدة بدأتها الفترة الماضية من حوالي أسبوع تقريبا. فتحت قناة على الساوند كلاود اسمها أسك رامي، اللينك بتاع هذه القناة إن شاء الله هتلاقوه موجود تحت الفيديو. شرفوني بالمتابعة على هذه القناة. محور هذه القناة إن أنت بتسألني سؤال صوتيا وبتسمع إجابته على قناة الساوند كلاود، وبضع السؤال بتاعك بصوتك في هذه الحلقة. بعد كده بنضع هذه الحلقة مفرغة كتابيا على مدونة ramiizzat.com عشان الناس تستفيد منها بشكل أكبر. خطوات هذه الخدمة بسهولة، هتلاقي الرابط بتاعي بتاع قناة الساوند كلاود هتلاقيه موجود تحت هذا الفيديو. أتمنى من حضرتك تشرفني بالانضمام لقناة الساوند كلاود. الحاجة التانية بتتوجه الى مدونة ramiizzat.com، او هتلاقي وتضغط على كلمة اسك رامي، او ان انت هتلاقي اللينك هحطه لك مباشرة ramiizzat.com/askrami. اللينك هتلاقيه موجود ان شاء الله تحت هذا الفيديو. انا عامل بودكاست، يعني حلقات تسجيل صوتية في الموقع عندي، قدمت فيها محاضرة عن السي بي اي. طبعا البودكاست ده بياخد اوتوماتيك الفيد بتاعته او تغذية الحلقات بتاعته من يعني قناة الساوند كلاود بتاعتي. فانا قدمت في القناة حتى الان محاضرة عن السي بي اي، كان مدتها اعتقد حوالي 25 دقيقة. بعد كده اتسألت بعض الاسئلة منكم بشكل صوتي وجاوبت عليها. كيف اتعامل مع العملاء في التجارة الالكترونية؟ كيف ازيد الليمت في الايباي ولغة الانجليزية ضعيفة؟ ما هو مجال ادسنس اربيتراج ولا هو مربح؟ كيف اضع مقالات في شوبيفاي لجلب العملاء من جوجل؟ كيف لا اتعرض للنصب في مجال التجارة الالكترونية؟ دول طبعا الخمس حلقات اللي انا نشرتهم يعني حتى الان. بشكر اكتر من 8700 فرد استمعوا الى الحلقات بتاعتي على الساوند كلاود خلال الاسبوع الماضي. بشكر اكتر من 1900 مستمع سمعوا التسجيلات الصوتية بتاعتي خلال اخر 24 ساعة، وبقول لهم شكرا جزيلا، وده شرف ليا ان انتوا تتابعوني على الساوند كلاود. بعد ما تدخل على صفحة ramiizzat.com/askrami تتوجه تحت البودكاست نفسه. انا كاتب هنا: هل تريد ان تكون ضيفي في الحلقة القادمة؟ من فضلك تفضل واسأل سؤالك هنا. تأكد ان الميكروفون المايك يعمل واضغط على start recording ثم اسأل سؤالك. بتضغط هنا على start recording، بعد ما بتضغط عليها بيقول لك عاوز البرنامج او الخدمة اللي انا مشترك فيها، عاوزة الاذن باستخدام الميكروفون بتاع جهازك. بتضغط على سماح، ومجرد ما تضغط على سماح بتبدأ تتكلم بطريقة مباشرة زي ما حضرتك شايف اهو. انا دلوقتي بتكلم من خلال المايك بتاعي، والاسئلة دي بتتسجل اوتوماتيك، واقصى حد للتسجيل بيكون 90 ثانية. من فضلك خلي السؤال واضح، خليه في يعني تدخل في البيزنس على طول. ملوش اي اهمية ان انت دقيقة كاملة تقعد مثلا تشكر فيها او حاجة زي كده وبعدين تسأل سؤالك. يعني انا الشكر في النهاية هو لله طبعا، فاتمنى ان انت تدخل في البيزنس على طول وتسأل سؤالك على طول بصوت واضح وصوت قوي ونبرة قوية واضحة زي ما انا بكلمك دلوقتي، عشان الصوت يطلع واضح. لان الحلقات الصوت اللي هلاقيه يعني جاي بشكل مش كويس مش هقدر ان انا اقبل الحلقة دي. حاول وانت بتسأل سؤالك تكون في غرفة لوحدك او تكون في منزلك، لان في ناس سألتني تقريبا يعني كانوا بيسجلوا هم ماشيين في الشارع ولا حاجة، وده طبعا غلط. انا لحد دلوقتي الكلام اللي انا عمال اكلمه ده يعني وصل تقريبا 50 ثانية اهو. مجرد ما اعمل ستوب خلاص بيقول لك حط اسمك وحط الايميل بتاعك. بتكتب اسمك والايميل بتاعك وتضغط على سند. اول لما تضغط على سند بيروح على طول التسجيل بشكل اوتوماتيك بيجي لي. انا بستمع اليه وبشوف لو كان السؤال بتاعك مناسب ان هو يتعرض في برنامج اسك رامي بعرضه وبرد عليه. بعد ما ارد على هذه الحلقات تسهيلا اكتر لحضراتكم، عملت قسم خاص اسمه الاسئلة الصوتية، بتعامل فيه مع اشخاص مفرغة للصوت عشان الحلقات نفرغها من الداخل صوتيا. يعني انت لما تيجي تدخل مثلا على حلقة زي دي، كيف اي حلقة يعني الحلقة الاخيرة مثلا اخر حاجة، كيف اضع مقالات في شوبيفاي. طبعا انت اول ما بتدخل على الصفحة بيبدأ الساوند كلاود يشتغل بشكل اوتوماتيك، لان انا حاطط الكود ال HTML بتاعه يشتغل اوتوماتيك. بعد كده انا طبعا وقفت الصوت الاوتوماتيك عشان ما يبداش يشتغل. بتلاقي ان انا كاتب الحلقه بالكامل مفرغه كمان بشكل صوتي عشان الناس اللي بتحب تقرا. يبقى انت لو عاوز تسمع الاجابه بشكل مكتوب عشان تبقى قدامك بشكل كبير ده جيد. لو انت حابب ان انت تستمع للحلقه بتاعتك من خلال الموبايل بتاعك او من خلال جهاز الكمبيوتر برضو يبقى تقدر تستمع بالشكل ده.
او تقدر ان انت تقرأ الاجابة بتاعتك. في النهاية اتمنى من حضراتكم اي حد عنده سؤال خاص بمجال التجارة الالكترونية، عشان ما حد، لان طبعا جروب الفيسبوك ميك ماني وذ دكتور رامي بقى زحمة قوي، ويعني مش بقدر ان انا اتابع الناس كلها، حتى الكومنتات على قناة اليوتيوب مش بقدر ان انا اتابع الناس بشكل كامل. فاتمنى ان انت تدخل كفكرة جديدة وانا مهتم بيها ان انا اجاوب عليكم بشكل صوتي، لان حتى الموضوع بيكون اسهل ليا، ما بياخدش وقت من خلال الكتابة. يعني تخيلوا لو كل الكلام اللي انت سمعته في الفيديو ده لو انا كنت بكتبه بايدي، طبعا ياخد مني ساعات، لكن عن طريق التسجيل بياخد مني 5 دقائق بالكتير. فدي اسهل واسرع طريقة تقدر تتواصل معايا بيها صوتيا. اشكركم شكرا جزيلا. في النهاية اتمنى من حضراتكم لايك للفيديو، سبسكرايب لقناة اليوتيوب. اشكركم شكرا جزيلا. كان معكم اخوكم رامي من قناة رامي عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.